بدعوة من لجنة الدوما للعلاقات مع برلمانات الشرق الأوسط، زار وفد من كتلة الوفاء للمقاومة موسكو برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النائبين حسن فضل الله ونوار الساحلي. رعد نقل تحيات الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب الروسي الصديق، مؤكدا الرغبة في تعزيز التواصل والبحث المباشر في القضايا ذات الاهتمام المشترك. زيارتنا تؤكد الرغبة في إرساء قواعد للتواصل والتفاهم والتنسيق من أجل المسائل ذات الاهتمام المشترك بيننا. الوفد التقى نائب رئيس الدوما فلاديمير جيرونوفسكي وبحث معه في أوضاع منطقة الشرق الأوسط، وقد أكد جيرونوفسكي موقف بلاده الثابت برفض أي تدخل خارجي في شؤون البلدان الأخرى. مسرورون جدا بزيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الذي شرفنا بقدومه، والحوارات معه كانت مثمرة وتمت في جو مريح وجيد. نحن نفهم وجود المشاكل الأمنية التي يعاني منها لبنان والمرتبطة بإسرائيل والقضية الفلسطينية، ومستعدون إذا طلب لبنان ذلك أن نقدم المساعدة في المجال العسكري والدبلوماسي. كما اجتمع الوفد مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما قسطنطين كوساتشوف الذي أكد دعم موسكو لسيادة لبنان واستقراره.